قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة فتحت له مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن خرج منها وبعد أن أوذي، دخل مكة فاتحا منتصرا، لكن دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه متواضعا عليه الصلاة والسلام. حتى في حجة الوداع عندما جاء عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا تواضع لله، ماذا صنع؟ اتجه إلى القبلة وقال الله أكبر، لأن السنة عندما نصعد ونرتفع حتى لا تتعاظم في نفسك وتتكبر، ماذا تصنع؟ تكبر. وإذا وعندما تذبح الذبيحة تقول بسم الله والله أكبر، لأن الله سخر هذه البهائم لك وذللناها لكم، حتى لا تتعاظم في نفسك. فعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا تذكر ما كان عليه قبل البعثة، قبل الفتح، قبل فتح مكة، قام عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس، وقالوا له: تبا لك لهذا جمعتنا. الآن دخل منتصرا وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. فحتى لا تعاظم في نفسه وحتى تتعلم الأمة قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وله الحمد أتم عليه النعمة وفتح له مكة وغيرها من البلدان، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حصل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لتدخلن المسجد الحرام، أنجز وعده ونصر عبده، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، عبد أعبد الخلق هو عليه الصلاة والسلام، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تبرأ من حوله ومن قوته عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هو من النصر، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن فتح مكة أمر عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس بعد فتح مكة وعلم الناس أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الحق، ولم يبق لقريش شوكة، وانتهى ما كان عليه كفار مكة من الصد عن سبيل الله. هل انتهى الأمر عند هذا؟ النفاق ظهر، النفاق أكثر ما يكون بعد الفتح على ما يذكر بعض العلماء. ولا تظن، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن النفاق وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد عندنا في هذه الأيام، بل يقول أن النفاق، نسأل الله العافية والسلام، في هذه الأيام أكثر من النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد، بل حذيفة رضي الله عنه يقول أن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، من المنافقين، أخفوا نفاقهم، لا يوجد أحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ما عليه من النفاق. قال هو رحمه الله، قال: إن المنافقين الذين في زمننا اليوم، هذا يذكر حذيفة في آخر عهد الصحابة، فما بالك بمن هم اليوم،
قال إن المنافقين الذين في زمننا اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له وكيف ذلك؟ قال أولئك أي الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أخفوا نفاقهم، والذين في زمننا اليوم نسأل الله العافية والسلامة أظهروا نفاقهم. يحارب التوحيد ويصد عن سبيل الله ويعلن أمام الملأ حتى في بعض المساجد الكفر والضلال والإلحاد ومحاربة الله سبحانه وتعالى، ويجاهر بالمعاصي، ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، شرب الخمر والزنا وكذا وكذا من الأمور، يعلن هذا النفاق نسأل الله العافية والسلامة، وتظهر القنوات في كل مكان. هذا الواقع اليوم، أنهم أظهروا نفاقهم، ومع هذا تجد أنه لا أحد ينكر، بل بعض الناس يصدق، يظهر من يدعي النبوة، وتجد بعض يصدق وينشر في الرسائل هذا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان الأصل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تكون تكملة هذه الآية ماذا؟ كما تقدم معنا، النعم تقابل بالشكر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تصنع؟ تشكر. كان هذا الأصل كما تقدم معنا، لا، كانت هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصلت له الفتوحات وجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، أمر عليه الصلاة والسلام فسبح، تسبح مع الحمد وتستغفر. لماذا؟ لأن هذا فيه إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل بموته عليه الصلاة والسلام، حصل له المطلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا، إذن ما بقي إلا أن يموت عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه كان له مجلس يجلس فيه مع كبار الصحابة وأهل بدر، وكان يدخل في هذا المجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فوجد أن هؤلاء وجدوا في أنفسهم على عمر رضي الله عنه، لماذا يدخل هذا الصغير ولا يدخل أبناء هؤلاء؟ فأحب عمر أن يري هؤلاء فضل هذا حبر الأمة بن عباس رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هؤلاء عن هذه السورة، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله. بعضهم سكت وبعضهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وكذا، فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال أرى والله أعلم، أو كما قال أنها أنزلت إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أجله، قال ما أعلم منها إلا ما علمت. دخل الناس في دين الله أفواجا، يا أخواننا الداعي لله ماذا يريد؟ انظر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا، انتهى مال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أمر بالتسبيح والاستغفار والحمد. الغلام غلام ولم يأمر أحد ولم يقل له أحد ولم يزكي أحد على ما يقول بعض الناس، قال للملك إنك لا تستطيع قتلي وكذا إلا أن تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول بسم الله رب الغلام. سبحان الله، هذا يفكر في ماذا؟ هم هذا وهم بعض الدعاة عندنا اليوم، هم هذا دخول الناس في دين الله أفواجا، ماذا يريد بهذه الدنيا؟ إذا دخل الناس في دين الله أفواجا حصل المطلوب، وهذا لابد يكون هم الداعي إلى الله. هم الملك قتل هذا ولم يفكر أن هذا يسعى إلى أمر أكثر من هذا، دخل الناس في دين الله أفواجا. فأخوانا لابد أن يكون هم الداعية دخول الناس في دين الله، إخلاص لله، يضحي
ضحى هذا الغلام بأغلى ما يملك، ضحى بروحه. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا.